خلنا وش نقول شو هي الطيف الترددي. حلو. الترددات هي موجات كهرومغناطيسية، الصوت اللي نتكلمه احنا هذا هذه هي الترددات اللي نستخدمها. جميل. الترددات تستخدم في كل حياتنا، سواء عن طريق الاف ام، مفاتيح السيارات، برج المراقبة بينه وبين الطائرات، اي جهاز لاسلكي تستخدم موجات كهرومغناطيسية فهي تاخذ ترددات من عندنا من هيئة تنظيم الاتصالات. احنا هيئة تنظيم الاتصالات، هيئة اتحادية، نقوم بتنظيم إدارة هذا المورد. طبعا احنا ليش نقول مورد؟ هي مورد طبيعي تملكها الدولة. أعطي الصلاحية لهيئة تنظيم الاتصالات تنظيمها وإدارتها بشكل أن تلبي احتياجات الدولة، ما يكون في مشاكل تداخلات ما بين الخدمات اللاسلكية. أيضا نحاول قد ما نستطيع نشوف شو الخدمات التكنولوجيا الجديدة اللي تأتي داخل العالم ونيبة في الدولة. جميل. يعني من خلال حديثك مهندس طارق نفهم أن شغلكم أو آلية العمل لدى الطيف الترددي اللي تقومون فيه مش بس يشمل المكالمات والاتصالات والراديو مثل ما أنت ذكرت، أيضا حتى اللي هو ريموت للسيارة. نعم. طيب الخدمات الأخرى اللي تقدمها الطيف الترددي شو هي؟ كثير. الحين مثل ما ذكرنا الطائرات، أول سبيل مثال الحين نتكلم. نعم. الطائرات اللي تكون نشوفها تواصلها بينها وبين أبراج المراقبة فهي لها ترددات خاصة ولها حماية خاصة، ما يكون يعطى اي تردد مشابه لان تعرف سلام وحر الارواح. قنوات الاف ام اللي نتكلم عن اللي تسمعونها كلها كامل، هذه قنوات ترددات تستخدم، احنا كهيئه تنظيم الاتصالات نخصص ترددات مناسبه لاشياء. نتكلم عن المايك اللي نحن نتكلم الحين حاليا، المايك ولا اللي موجوده مع الاخوه، هذه كلها ترددات تستخدمها، فاي جهاز لاسلكي اللي يخطر على بالكم. احنا ماخذين تصريح من عندكم. والله هاي بان شيك عليكم بعد فتره. هو ضيفنا اول ما دخلنا الاستديو قبل المقابله بثواني قال انتم عندكم تصريح على الايربيس والمايكات. بالضبط. هل انت تعطيني خفت انا نسيت كل الاسئله الحين.